احنا كده اتكلمنا عن قطاع السق. طب انت بايه انا السق بتنقل ايه؟ انا بنقل الماء والاملاح. طب الميه بتنقل ازاي؟ الاملاح بتنتقل ازاي؟ ما احنا خلاص بنتكلم عن الامتصاص في الفصل الاولاني. بيتم النقل من خلال اوعيه الخشب. طب اكيد في قوه بتعمل على صعود العصاره. العصاره اللي هي نيئه، يعني ايه العصاره اللي هي مجموعه الماء والاملاح؟ الميه والاملاح دي عصاره، عباره عن مواد منخفضه الطاقه لسه عايزين نحولها الى مواد عاليه الطاقه. هنحولها الى مواد عاليه الطاقه فين؟ في الاوراق. طيب هنوصلها الاوراق ازاي؟ طب الميه والاملاح موجوده في الجسر. احنا شفنا اليه امتصاص الميه بخاصيه الاسموزيه وبخاصيه التشرب، امتص الشعيره الجذريه الميه وصلت الى الوعاء الخشبي. هيطلع ازاي بقى في الوعاء الخشبي؟ هنا تعال نشوف القوه التي تعمل على صعود العصاره النيئه. اول قوه عندي الضغط الجذري. الضغط الجذري زي ما قلنا هو الضغط الاسموزي اللي موجود ما بين الخلايا، فرق الاسموزي ما بين الخلايا مولد قوه، بتدفع الميه والاملاح من خليه الى خليه اخرى. يبقى الضغط الناشئ عن تراكم الماء الممتص عن طريق الجذور الخاصيه الاسموزيه. في تجربه او ظاهره اسمها ظاهره الادماء. ظاهره الادماء لما اجي على ساق نبات واجي على ساق النبات ده اقطعه بالقرب من سطح التربه. يبقى الجزء العلوي اللي هو الساق مش موجود باقي حته صغيره منه، والجزء السفلي ده اللي هو بقيه الجذر موجود في الارض. لما باجي على ساق نبات بالقرب من سطح التربه يبقى مفيش حاجه من الساق متواجده الا حته بسيطه. ابص الاقي عند السطح المقطوع هنا الاقي فيه قطرات مائيه. القطرات المائيه دي جت منين؟ أكيد في قوة موجودة في الجسر دفعت المية خلت المية ترتفع إلى أعلى. سموا هذه القوة الضغط الإيه؟ الضغط الجذري. والظاهرة دي سميها ظاهرة الإدماء. ظاهرة بنسميها ظاهرة الإدماء. وظاهرة الإدماء هنا غير ظاهرة الإدماء اللي هنشوفها في الإخراج فيما بعد. الإدماء خروج الماء من ساق نبات مقطوع بالقرب من سطح التربة، ده يؤكد وجود الضغط مين؟ الضغط الجذري. تعال نشوف. العلماء قالوا الضغط الجذري لا يفسر صعود العصاره في الاوعيه الخشبيه للاشجار العاليه. ليه؟ لان الضغط الجذري لا يتعدى في احسن الظروف وخاصه في مقرات البذور 2 ضغط جو، قوه ضعيفه يعني يرتفع لحاله مسافه معينه ثم ينخفض. يتوقف اندفاع الماء بالضغط الجذري لما يرتفع عمود الماء عند حد معين ثم يتوقف. يعني عمود الماء يرتفع عند هذا الحد يوقف. ليه؟ لهنا في قوة بيتساوى وزن عمود الماء مع قوة الضغط الجذري، فمش هيرتفع أكتر من كده. يبقى ضغط عمود الماء أو وزن عمود الماء مع تعادل مع قوة الضغط الجذري اللي موجود بيدفع من تحت، ده ما يخليش عمود الماء يرتفع الضغط الجذري. يبقى هنا يرتفع عند حد معين ثم يتوقف. طب هيقف، يبقى مين هيطلعه في الأشجار العالية بقى؟ هتبقى مشكلة كبيرة. آسف. ندور على قوة تانية، قالوا خاصية التشرب. على أساس إن الجدر الأوعية الخشبية، هذه الجدر مالها؟ بتتكون من جدار سليلوزي. جدار سليلوزي، هذا الجدر السليلوزية فيه حبيبات دقيقة اللي هي الحبيبات الغروية تتشرب المية، كأن المية هتمشي في الجدار بتاع الوعاء الخشبي بخاصية التشرب لغاية لما تطلع إلى أعلى. العلماء اقتنعوا بهذا الرأي، ان الجدر السلوزيه بطبيعتها الغربيه هي ماده اللجنين، فبتساعد على نقل الماء خلال جدران الخلايا الاوعيه الخشبيه من الجذر ثم الساق ثم الاوراق. لا، بس اثبتت التجارب ان الماء يصعد في تجويف الاوعيه الخشبيه وليس عبر الجدران. يبقى اذا الانتقال بخاصيه التشرب اثبتت التجارب انها اثر محدود جدا. تعالى نشوف العلماء قالوا لا. طيب وبعدين للضغط الجذري لحد معين يتوقف، خاصيه التشرب اثرها محدود. قالوا في خاصيه اسمها الخاصيه الشعريه. ايه الخاصيه الشعريه؟ لما بنجيب انبوب عده انبوب زجاجيه مختلفه السمك اللي هو الاخطار رفيع اكثر سمكا اكثر سمكا، هنجد ايه؟ ان نضعف الانابيب دي في حوض في ميه ماء ملون، هنفاجئ ان الماء يرتفع في اضيق الانابيب اكثر من الانابيب الايه؟ الضيقه. يبقى هنا دي اسمها الخاصيه الشعريه، خاصيه ارتفاع الماء في الانابيب الضيقه، واحنا نعلم ان الاوعيه الخشبيه اوعيه ضيقه جدا، 3 من 10 إلى 5 من 10 3% ل 5% ملم، ده قطر الايه؟ الاوعيه الخشبيه. هنا العلماء اعتبروا ان الخاصيه الشعريه خاصيه من القوى السنويه
اللي بتفسر يصلي قصار من قوه ثانويه مش قوه اساسيه. ليه؟ لان يرتفع الماء في اضيق من انابيب 150 سم. طيب الاكثر من 150 سم مين هيرفع الماء في الاوعيه الخشبيه للاشجار اللي طولها 5 متر 6 متر 10 متر؟ لا، يبقى في قوه ثانيه. بدل العلماء يفكروا دي كلها افكار علماء على مر ما احنا بنتكلم. الماده العلميه بطبيعتها تراكميه. يعني ايه طبيعتها تراكميه؟ عالم اكتشف حاجه والعلماء اخترعوا بيها، بيجي عالم ثاني يثبت ان هذا الكلام خاطئ. فدي نظريات تحتمل الايه الصح وتحتمل الايه الخطا. في جه بعد كده في عام 1895 من الارقام دي مش مشكله بالنسبه لنا، اللي هو العلمان بيكسل وجولي وضعوا لي نظريه برضه نظريه تحتمل الايه الصح وتحتمل الخطا. نظريه التماسك والتلاصق وقوه الشد الناشئه عن النقل. يبقى في ثلاث قوى: قوه التماسك، قوه التلاصق، قوه الشد الناشئه عن النقل. دي اللي بتفسر صعود العصاره في الاوعيه الخشبيه للاشجار العاليه اللي قد تصل الى اكثر من 100 متر. هنا بيحصل ايه في الاوراق؟ بيحصل ايه في السوق؟ بيحصل عمليه استهلاك للميه من خلال مين؟ عمليه الايض، عمليه الهدم والبناء، عمليه النتح، عمليه البخر. ده بيؤدي الى استهلاك الميه. استهلاك الميه ده بيسحب الميه من تحت الى اعلى. طيب تعالوا نشوف الفكره. الفكره ايه؟ ايه قوه التماسك ما بين الماء؟ قوه التماسك ما بين الماء بيعمل على ايه؟ تصنع عمود متصل، اللي فيه قوه تماسك ما بين جزيئات الماء. هذه القوى بتكون لي عمود من الماء داخل الوعاء الايه؟ الوعاء الخشبي. بعد كده قوه التلاصق ما بين مين؟ ما بين جزيئات الماء اللي موجوده في الوعاء الخشبي وما بين جدران الاوعيه الايه؟ الخشبيه. دي بتحافظ على عمود الماء معلق ضد الجاذبيه. يبقى اذا هنا بنجد ان قوه التلاصق بين جزيئات الماء وجدران بتخلي وعاء العمود الماء مقاوم لفعل الجاذبيه. يعني مثلا يجي لي سؤال هنا يقول لي ايه؟ علم تكون عمود من الماء داخل الوعاء الخشبي مقاوم لفعل الجاذبيه. تكون عمود الماء بسبب قوه التماسك ما بين الماء وبين الجدار الوعاء الخشبي. عمود الماء مقاوم لفعل الجاذبيه. ليه مقاوم لفعل الجاذبيه؟ لان هنا بنجد قوه التلاصق ما بين جزيئات الماء وجدران الاوعيه الخشبيه بيولد القوه اللي هي قوه التجاذب. نيجي بعد كده قوة التانية اللي هي قوة مين؟ قوة الماء اللي هو بيرتفع لأعلى مين؟ نتيجة استهلاك المية في الأوراق ونتيجة الأيض نتيجة التبخر بنجد إن استهلاك المية هنا بقوة النتح بتسحب عمود الماء وتشده من أعلى، وبالتالي كده يتسحب عمود الماء من أسفل إلى أعلى. عشان يحدث او الشرط اللي بيخلي فيه قوه الشد عليها في شروط ثلاثه: ان تكون الاوعيه الخشبيه شعريه يعني ضيقه، تكون جدران الاوعيه في خاصيه الالتصاق بينها وبين جزيئات الميه، اما حاجه واهم حاجه ان الاوعيه الخشبيه تخلو من الغازات او الفقاعات الهوائيه، والا لو حصل ان الهواء دخل ما بين جزيئات الماء ينقطع عمود الماء وتتوقف قوه الشد وبالتالي لا يرتفع عمود الماء وبالتالي يحصل النبات يذبل ويموت. وده اللي بيحصل لما نيجي نزرع شتلات. يعني بجيب زرع كده من المشتل وعاوز ازرعها في الجنينه عندنا، الزرعه دي بزرعها خدتها سبتها في الشمس مده طويله اتبخرت الميه دخل الهواء جيت ازرعها تاني في الارض مستديمه ما نجحتش الزراعه بتاعتها. فعشان كده لا شرط اساسي يتم زراعه الشتلات بسرعه حتى لا يتعرض للشمس وبالتالي تفقد الميه وبالتالي يتاثر قوه لصعود الميه في القوى التي تعمل على صعود الماء في الاوعيه الخشبيه للاشجار الايه؟ للاشجار العاليه. النقطه الثانيه بقى اللي هي نقل من؟ اللي هو الماء والاملاح. بيدينا ده مسار يبين لي مسار صعود العصاره من الجذر الى الاوراق. المسار بيبدا ازاي؟ بيبدا المسار هنا ان النتح اللي بيحصل في منطقه الصعود اللي احنا درسناها في تركيب الورقه البخر هنا ارتفاع الحراره بيتبخر الميه. لما يتبخر الميه يبقى النتح نقل الرطوبه في الغرفه الهوائيه. فبالتالي الخلايا النسيج الاسفلي المتوسط ده الميزوفيلي في ميه كتير، فهيحصل عن ايه؟ هيزداد البخر من خلايا النسيج المتوسط ويملى الغرفه الهوائيه. وبالتالي يرتفع ضغط الاسموز في خلايا النسيج المتوسط نتيجه فقد الميه عن الخلايا المجاوره، فيبدا يسحب الميه من قصيبات الخشب او النسيج الخشب اللي موجود في الورق. وبالتالي لما اسحب الميه اللي في قصيبات الخشب اللي في الورقه هيسحب الميه عمود الماء اللي موجوده في قصيبات الخشب اللي موجوده في الساق
هيسحب الميه الموجوده في الخصيبات الخشب الموجوده في الجذر، هيسحب الميه اللي موجوده في خلايا الجذر والشعيره الجذريه، بالتالي هيسحب الميه من مين؟ من التربه، وبكده يرتفع الماء في الاوعيه الخشبيه بقوه الشد الناتجه عن مين؟ عن النجح بدءا من الشعيرات الجذريه حتى يصل من الاوراق. يبقى ده الشكل بيبين لي مسار صعود العصاره من الجذر الى الاوراق. كده يكون اتكلمنا عن صعود الماء والاملاح، وده النقل الاولاني، نقل الماء والاملاح.